السلام عليكم، راني عاود جيت. أحدثت الحكومة المغربية هذا الجواز التلقيحي ليشكل وثيقة رسمية آمنة ومعترفا بها من طرف السلطات، تسمح لحاملها دون الحاجة إلى التوفر على وثيقة إضافية بالتجوال عبر جميع أنحاء المملكة دون قيود، وكذا التنقل بعد 11 ليلا والسفر إلى الخارج. أي يا خوتي، مبروك علينا. قال لك خرجوا لينا جواز ديال التلقيح، باسبور ديال التلقيح، تقدر تنقل به، تقدر تشد به الطياره، تقدر تسافر به بلا ما تحتاج ديك الرخصه ديال التنقل، بلا ما تبقى تجرب مورا المقدم. سيفيني، هذه الجوازات الرقميه يعتقد انها قد تصبح متاحه في وقت مبكر من النصف الاول من هذا العام، حيث بدات بالفعل شركات التكنولوجيا الكبرى تعمل على انشاء تطبيقات للهواتف الذكيه تتيح للمستخدمين تحميل معلومات لقاح كوفيد 19. مزيان سيدي، هذه خبر زينه هادي، ولكن ما يخرجوا لنا زعما شي فيزا، يخرجوا لنا شي فيزا بعدا، يخرجوا لنا فيزا ديال التلقيح. اللي يدير التلقيح يقدر يخرج من البلاد، المغرب كل يمشي يتلقح كل شيء يمشي يخوي. المهم سي حليوه غيبدا كل حلقه غادي نبدا ندير ليه جلسه، يجلس بوحدو لحقاش ولا مشهور اكثر مني. وسي حليوه حنا كنهضروا عليك. هاي واي هاي هاي حنا كنهضروا عليك. شوف وسي حليوه، وسي حليوه ما على بالو بك. المهم في هذه الحلقه ما غاديش نتكلموا على اخبار ديال التلقيح، بالعكس غادي نتكلموا على القضيه الفلسطينيه، هادشي اللي كان وقع مؤخرا. اوكي يلا سي مخرج، طلع داك الجينيريك. سير على بلاك مصيبه ومسبك حلاه هادي اسيدي. قال لك تيك توكيين حتى هما متضامنين مع فلسطين، متضامنين مع القضية الفلسطينية، وباش متضامنين مع القضية الفلسطينية متضامنين بطبيعة الحال التيك توكيين شنو كيعرفوا؟ شطيح، متضامنين مع فلسطين بالشطيح. أنا دمي فلسطيني 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 وأنا دمي فلسطيني. ممتاز ممتاز، هذا هو المضمون فيك. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا أهلي أنا في ديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا خاوة فلسطيني بالخاوة فلسطيني. الناس كتموت واشقائنا كيموتوا وهما متضامنين قالك مع فلسطين بالغنى بشطيح. انا دمي فلسطيني 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 طويلك. او ماي جاد، كل شيء صنع في الصين الا الرجوله صنعت في فلسطين. يلا ودي بدو انت، يلا يلا ودي بدو، وراكم جهلتوا ولا درا الجل هادي. هذه واحده قال لي كل شيء يصنع في الصين الا الرجوله تصنع في فلسطين. تيقتك اخويا تيقتك. صافي فلسطين غادي تحرر بالتيك توك، بالتيك توك بالاغاني وبلي هاشتاك وبستوريات، لا حول ولا قوه الا بالله. اصلا هذا الجيل ما نافع له والو، خليهم يشطحوا في التيك توك، خليهم تيقين راسهم. شوف صباح الخير يا طهرة، صباح الخير يا عفيفة، الله ما عايزين الا بدعائك يا حجة. مي الشريفة العفيفة حتى هي متضامنة مع فلسطين، الرجلة اختي مايا. صافي ملي الشريفة العفيفة مايا متضامنة مع فلسطين والفنانين ديالها ضاربين الطم، ما بقات هضرة ما بقى كلام. صافي سالينا، صافي سالت الهضرة. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله استغفر الله أعوذ.
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. سما كتتونا العنيدة حتى هي متضامنة مع فلسطين، نهار كله كتضل تعاطى في ستوريات، دابا حتى هي متضامنة. ونصارى كبيرة هادي. أنا بغيت نعرف هاد خيتي ديما كدير الفيديوهات كديرهم في الحمام في الدوش. قولي يا أختي واش حابسينك تما؟ قولي لي واش شادينك راه هنا تما؟ بغيت نفهم. خوتنا الفلسطينيين أشقائنا، سمحوا لنا بزاف والله إلا السيدة تحمسات شي شوية معذورة معذورة، أسمحوا لنا وصافي، ما ديروهاش من نقلة الصواب وصافي. أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني. وما تبقاش حك بوجه، هذه راه معروفة كيعيطوا لي عيشة بويا. على عهدي على ديني على أرضي تلاقيني، أنا أهدي لنفسيهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني. طب حد فيكم كلمها بقى، بلاش أنا كلمها. انا عبد الله خوتنا الفلسطينيين والله العاد الله الا سمحوا لنا هذه الحلقه غادي تعذرونا وصافي، راه ما كديروهاش بالعاني. ها التيك توكيين الله يهديهم وصافي. لا والله الا التيك توكيين غادي يقتلوا الاحتلال، غادي يقتلوا غير بالضحك. اي بيبي ليت مي سي ات بيبي اي بيبي ليت مي سي ات. شكرا على هذه المداخله اللطيفه. لا الكوريين تما ما طلعوا الرجوله، لحقاش عزاز عليهم المغاربه حتى ما ضمنوا مع فلسطين. خوتي الكوريين حتى نتوما الرجوله، ها البونجور ديالكم. بحب اسرائيل بحب اسرائيل بحب اسرائيل بحب اسرائيل. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. ايه انت واخد الدنيا من ورا ولا ايه؟ لا واش هادو واش واخدين الدنيا بالمقلوب ولا مالهم؟ ياك ماشي حد قال لهم بالله فلسطين هي اللي محتله اسرائيل، تما البني ادم مقلوب. هي جيل الكيراتين، جيل الكيراتين قال لك بغى يحرر فلسطين. وطبيعه الحال خوتنا الجزائريين كما عارفين داكشي كيوقع عندنا كيوقع عندهم، حتى التيك توك الجزائري حتى هو متضامن كله مع فلسطين. باش؟ باش طيح بطبيعه الحال. انا الصامت على جزائر نور العين، جيناكم من فلسطين يا الجزائر نور العين. على عهدي على على عهدي على ديني على ارض تلاقيني. شوف الدناوة بتاعت العالم. العالم حتقطع بعض ابو حميد. المهم في الاخر ديال هذه الحلقه نسينا صاحبنا صاحبنا مول التحديات، ما يمكنش ما نجبدوش في هذه الحلقه حتى هو متضامن مع فلسطين مع القضيه الفلسطينيه. اتحداك تاكل البنسفة الفلسطينية، صار لي مليون مره بطلبها منك. هاي البنسفة الفلسطينية، شتي البنسفة الفلسطينية، البنسفة الفلسطينية اويلك. أنا البنسفة الأردنية. هنتك هنتك. أتحداك تحرر فلسطين إن شاء الله، فلسطين ستحرر إن شاء الله، الكل يكتب إن شاء الله، فلسطين ستحرر قريبا، الكل يكتب إن شاء الله. على عهدي على ديني في أرضي هتلاقيني، دمي دمي فلسطيني. اللقوة. لا لا راه غير نسى ما قال لكم لو بيتو فلسطين تحرر، دوز عندي الانستغرام ويوتيوب راه حطيت واحد الفلوق. اتحداك تغني على عهدي على ديني انا دمي فلسطيني، على عهدي على ديني انا دمي فلسطيني، على عهدي على ديني انا دمي فلسطيني. الله يرضي عليك، الله يعطيك الرضا لما بدل ساعه اخرى. والله لا اخويا انا بغيت نتاثر ولكن الغالب الله ما بان ليا والو. المهم هذه كانت حلقه خفيفه ظريفه، خوتنا الفلسطينيين اسمحوا لنا وصافي، الغالب الله هادشي اللي عطى الله هاد الجيل غير الله يهديه وصافي، غير سمحوا لنا. يلا اصدقائي الحلقه ديالنا متفق معنا الحلقه دوزتها كل ناس. اي قول لهم قول لهم تهلاو. المهم اصدقائي نتلاقاو الحلقه الجايه مع موضوع جديد، تهلاو لي فرصكم، تبارك الله عليكم، تشاو.